السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس المهم جدا، الدرس 18 من كورس أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية. ركز جيدا معي من الآن، هدفنا نحفظ كل المعلومات من أول مرة 100%. حتى نقوم بهذه المهمة نحتاج إلى تكرار بصوت مرتفع 5 مرات، لهذا السبب حاول أن تكون مكان هادئ أو تخلي السماعات حتى تصغي معي جيدا في هذا الدرس. أوكي، هاي النقطة رقم 1. نقطة رقم 2، اكتب بالكراس والقلم أو في مذكرة الهاتف، لكن بالدرجة الأولى حاول أن تحضر أي ورقة وقلم تكتب بها الدرس حتى تستفيد بشكل أفضل. رقم 3، قم بإجراء الاختبار الموجود في نهاية هذه الحلقة، لأن اختبار مميز جدا ويخليك تحفظ بشكل أفضل. أوكي، راح نسوي مراجعة سريعة. أخذنا مجموعة من الأفعال المركبة، أهمية المصطلح، المصطلحات الموجودة: ask somebody out, ask around, add up to something, blow up, back something up, blow something up, break down, break into, break into, break in. طبعا بنهاية هذه الحلقة راح أراويك إذا أنت تشاهد لأول مرة أين تجد الكورس بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة 18. راح أراويك المكان اللي تقدر به في تجد أن هذا الكورس بالتسلسل في قناة سفيرس أكاديمي. أوكي، بعدها اتطرقنا إلى الفعل bring somebody down, call around, bring somebody up, call somebody back and call something off. بعدين أخذنا call on somebody. call on somebody عندنا حلقتين عليها لأن تعطي معنيين مختلفين، وأخذنا أمثلة على call on somebody. اليوم راح ناخذ call somebody up. call somebody up راح ناخذ عليها أمثلة أيضا، نحفظ جمل جديدة ومصطلحات جديدة. call somebody up. أوكي، call somebody up بمعنى يتصل. phone phone. call somebody up. 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 أوكي، كررناها الآن 5 مرات. call somebody up. نروح للي بعدها. الآن عندنا ناخذ جدول الحلقة بمثال أول على call somebody up، مثال ثاني على call somebody up، ملخص الحلقة، وبعدها نسوي الاختبار من 4 أسئلة، ومطلوب منك إنه تجاوب على هالأسئلة حتى تختبر نفسك أيضا تتطور باللغة الإنجليزية بشكل صحيح. خلينا نبدي مع المثال الأول. المثال الأول عندنا give me your phone number and I will call you up when we are in the town. when we are in the town. when we are in the town. اعطني رقم هاتفك وساتصل بك عندما نكون في المدينه. اوكي، اللي اريده منك الان انه تقرا معي هذه الجمله 5 مرات. اوكي، give me your phone number and I will call you up when we are in town. المره الاولى. مره الثانيه، give me your phone number and I will call you up when we are in town. مرة ثالثة، give me your phone number and I will call you up when we are in town. مرة رابعة، give me your phone number and I will call you up when we are in town. والمرة الخامسة والأخيرة، give me your phone number and I will call you up when we are in town. Okay، أحسنت، شكرا لك، قرأت وياي. حاول أن تكتب هاي الجملة في كراسك حتى تستفيد بشكل أفضل. أوكي، نروح للمثال الثاني اللي عندنا أيضا على call up. call up the office and ask for Mr. Hussein أو أي شخص تقدر أنت تذكره. call up the office and ask for Mr. Hussein. اتصل بالمكتب وأطلب السيد حسين. أوكي، call up the office and ask for. هنا تعلمت فعليا call up, ask for. call up, ask for. call up the office، اتصل بالمكتب. call up the office and ask for Mr. Hussein. الآن اللي أريده منك إنه تقرأ معي 5 مرات هذه الجملة حتى تتدرب على النطق الصحيح. call up the office and ask for Mr. Hussein. call up the office and ask for Mr. Hussein. call up the office and ask for Mr. Hussein. call up the office and ask for Mr. Hussein. call up the office and ask for Mr. Hussein. very good. نروح الآن إلى الملخص. call somebody up، هذا كان فعلنا لليوم. give me your phone number and I will call you up when we are in town، كان مثال أول. call up the office and ask for Mr. Hussein، كان المثال الثاني. أوكي، سويت لك مراجعة سريعة الآن للأفعال والمعلومات اللي أخذناها بهذه الحلقة. خلينا
ننتقل لما بعده وهو الاختبار. exam time، ركز جيدا معي، من الآن وقت الاختبار. سؤال الأول يقول fill in the following blank. fill in the following blank، املأ الفراغات التالية. your phone number، your phone number، عفوا، your phone number، and I will you up when we are in town. okay، فأريدك تملي الفراغات. طبعا إجابتك على هذا السؤال تكتبها بالتعليق أسفل هذا الفيديو. على السؤال الأول تكتب الإجابة، الفراغات تمليها وتكتب رقم واحد والإجابة في التعليقات أسفل هذا الفيديو. السؤال الثاني عندنا translate from Arabic to English، ترجم هاي الجملة من العربي إلى الإنجليزي. اتصل بالمكتب واطلب السيد حسين، كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ يلا حاول، حاول أن تكتبها الآن بالتعليقات. السؤال الثاني، إجابة السؤال الثاني اكتبها بالتعليقات باللغة الإنجليزية. مستر حسين، yes، حاول أن تكتبها. أوكي، نروح الآن إلى السؤال الثالث. read aloud، اقرأ بصوت عالي، عندك جملة الآن باللغة الإنجليزية، أريد منك أن تبدأ بقراءتها بصوت عالي الآن. أحسنت، شكرا لك. راح أقرأها الآن إليك حتى تتأكد وتقارن قراءتك بهذه القراءة. طبعا بكل وقت تقدر تسجل صوتك بالهاتف حتى تستمع لنفسك وتقارن القراءة من قراءة الدرس بينها وبين قراءتك. Okay. Give me your phone number and I will call you up when we are in town. هذه القراءة الصحيحة لهذه الجملة. نروح للسؤال الرابع، أريد منك أيضا تكتب بالإملاء call somebody up. أريد منك call somebody up، تكتب ليها الإجابة على السؤال الرابع بالتعليقات الآن. write the following word or sentence. dictation الإملاء، اكتب لي call somebody up بالتعليقات حتى تتدرب على كتابتها بشكل صحيح. بهذا الشكل نكون وخلصنا الحلقة. انتظرنا بالحلقة الجاية، اضغط على سبسكرايب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. ومثل ما وعدتك في بداية الحلقة، الآن راح أظهر لك المكان اللي تلقى به الكورس بالتسلسل إذا كنت تتابعنا لأول مرة. تروح على قناة سفيرس أكاديمي، تفتحها، تروح على بلاي ليست، تضغط عليها، راح تظهر لك هذه الصفحة. تروح على كورس أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية بطريقة سهلة مع الاختبارات، تضغط عليه، راح تطلع لك كل الدروس بالتسلسل في هذا الكورس. بإمكانك طبعا البدء من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة، تخصص لك جدول معين وتتابعه حتى تستفيد بشكل مميز جدا. طبعا والذكر أنه تستخدم طريقة الحفظ بالجمل وليس بالكلمات، لأن الطريقة أسرع بكثير جدا من الدروس التقليدية والطرق التقليدية في التعلم. هاي الطريقة مهمة جدا، راح تساعدك على الحفظ، على نطق الكلمات بشكل صحيح، تطور المحادثة عندك والقراءة والكتابة وأيضا الاستماع والفهم بشكل كبير جدا. فدائما حاول أنه تتبع الطريقة. إذا تريد هاي الطريقة بإمكانك أن تجدها في الفيديوز، هاي جانب بلاي ليست، جانب البلاي ليست هاي الموجودة مكتوب فيديوز، تروح تضغط على الفيديوز وتلقى هاي الطريقة، تدخل للأسفل تجد طريقة الحفظ بالجمل وليس بالكلمات، طريقة مفصلة راح تطورك باللغة الإنجليزية بشكل كبير جدا. شكرا لك على متابعة هذه الحلقة، وألقاك إن شاء الله في حلقة جديدة قريبة كل يوم بإذن الله. ألقاك قريبا، إلى اللقاء، مع السلامة.